أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى غدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. إذن دخلت اليوم جنوب إفريقيا معركة قانونية، ساحتها محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية على مستوى العالم ضد دولة الاحتلال الاستيطاني الصهيوني لأجل فلسطين، تتهم فيها الاحتلال الصهيوني بانتهاك اتفاقية مناهضة جريمة الإبادة الجماعية بارتكاب وتسهيل ارتكاب جرائم إبادة ضد السكان المدنيين في غزة. في حديث الجزائر الليلة سنبحث العقوبات المحتملة وهل من الممكن صدور قرار من المحكمة بوقف الحرب على غزة، وإذا سيكون مصير الكيان الصهيوني حال عدم تنفيذ قرارات المحكمة. شاركنا النقاش في حديث الجزائر الليلة كل من الدكتور حمزة خضري أستاذ القانون، أهلا بكم دكتور، مرحبا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا. ومعنا البروفيسور زهير بومامة محلل قناة الجزائر الدولية، مرحبا بروفيسور. أهلا. مرحبا أستاذة نسيبة. أهلا. وعبر الزوم من بيروت معنا الأستاذ فؤاد بكر رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أهلا بكم أستاذ فؤاد بكر، مرحبا. أهلا وسهلا بكم وشكرا للاستضافة. أهلا. إذن دكتور خضري، هل نحن اليوم أمام محطة قانونية يمكن البناء عليها وفتح باب كبير وواسع مستقبلا لمقاضاة الكيان الصهيوني على جرائمه ومشروعيته التي تنظر فيها المحكمة لإصدار الفتوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بادئا ذي بدء أشكر قناة الجزائرية 24 على هذه الاستضافة، وأقول أن ربما الخصوصية في هذا الملف ملف مقاضاة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية هو أنه ملف بدأ في الجزائر وسينتهي في الجزائر. بدأ في الجزائر لأن الجزائر هي أول دولة عربية تطالب بمقاضاة الكيان الصهيوني، وهذا كان في أكثر من مناسبة أهمها ربما افتتاح السنة القضائية 2023-2024، أين دعا السيد رئيس الجمهورية صراحة إلى مقاضاة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة. وستنتهي في الجزائر لماذا؟ لأن هذا الملف لن يكون آخر محطة فيه هي محكمة العدل الدولية. إذا نجحت جنوب إفريقيا اليوم في حصول على حكم قضائي يقضي بإلزام الكيان الصهيوني بوقف أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فإن هذا الملف لن يكون قابلا للتنفيذ إلا بمروره إلى مجلس الأمن. وعند مروره إلى مجلس الأمن، المؤكد أن الجزائر اليوم هي عضو غير دائم في مجلس الأمن، وسيكون لها دور كبير بإذن الله في العمل على تنفيذ هذا الحكم. إذن باختصار هذا الملف بدأ في الجزائر وسينتهي في الجزائر. بالنسبة لسؤالكم، صحيح مقاضاة الكيان الصهيوني اليوم أمام محكمة العدل الدولية هي محطة هامة، هي حدث هام، هي انتصار للقضية الفلسطينية، هي انتصار لكل أحرار العالم، وهي يوم قاسي وقاسي جدا على الكيان الصهيوني، لأنه اليوم سمعنا في المرافعات دفاع جنوب إفريقيا الذي قدم هذه الشكوى أمام محكمة العدل الدولية في 84 صفحة موثق بالأدلة ليست المستمدة من وسائل الإعلام فقط، بل أدلة مستمدة من أجهزة الأمم المتحدة في حد ذاتها. على سبيل المثال، من الأدلة التي استعملت في الملف الذي قدم من جنوب إفريقيا هي التقارير التي كانت تصدرها المفوضية السامية لتشغيل اللاجئين في فلسطين الأونروا. إذن نحن أمام محطة تاريخية هامة، أمام محطة إدانة للكيان الصهيوني بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية المجرمة بنص الاتفاقية الدولية لمناهضة أو قمع الجريمة الإبادة الجماعية الصادرة في 9 ديسمبر 1948، وهذه الإدانة ستكون أساس وستكون مرجع لمقاضاة الكيان الصهيوني في منابر أخرى وفي محاكم أخرى ربما يتطور فيها الأمر إلى مقاضاة ومحاكمة المسؤولين الكيان الصهيوني
الصهيوني الذين أشرفوا على ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. سنعود لتفاصيل ذلك دكتور خضري بعد قليل. بروفيسور زهير بوغمام، الغديد من الأوصاف طبعناها اليوم لجر جنوب إفريقيا الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية، هناك من اعتبرها سابقة تاريخية وهناك من وصفها بالمحطة المفصلية. من الناحية السياسية، ما هي قراءتكم لما نتابعه أو تابعناه اليوم وسنتابعه غدا أيضا في لاهاي؟ مرحبا أستاذ نسيبة مجددا. سياسيا علينا أن نشير إلى مجموعة من الأمور. أولا، هناك مفارقة تاريخية. بريتوريا جنوب أفريقيا كانت الدولة الحليفة والقريبة والنصيرة لإسرائيل في العهد السابق حين كان سوية يطبقان النظام الميز العنصري الأبارتايد. نعم. واليوم بعد أن تخلصت جنوب أفريقيا وبعد نضالات كبيرة للشعب الشعب الجنوب أفريقي بقيادة الأيقونة الراحل نيلسون مانديلا، اليوم تصبح للمفارقة خصما لتل أبيب وتكون سببا في جرها لأول مرة لأن تحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. ثانيا، جنوب أفريقيا أستاذ نسيبة تجربة ودولة فريدة، وحين يأتي هذا الاتهام منها أو حين هي التي تكون قد رفعت هذه الدعوة أمام محكمة العدل الدولية فهذا يزيدها مصداقية. لماذا؟ لأنها ليست من الدول العربية والإسلامية. لا. حتى أنه لو جاءت من دولة عربية وإسلامية لا قال الآخرون الأسطوانات التي نعرفها بأن هؤلاء منحازون طبيعيا للفلسطينيين. جنوب أفريقيا الآن تعطي درس للإنسانية، هي تنحاز للإنسانية، تنحاز للضمير الإنساني وللعدالة الإنسانية، تريد لشجرة العدالة الإنسانية أن تورق من جديد، أن تزهر من جديد، وقد يبست وذبلت أوراقها في هذه السنوات. ثم رمزيا أيضا أستاذ نسيبة، أنا أرى ربما نعود إلى تفاصيل المحاكمة فيما بعد، ولكن على الأقل و شكلية. مهما كان القرار الذي سيصدر، وأنا من المتفائلين كما الكثيرين بأن هذه المرة إسرائيل لن تنجو وستتلقى صفعة أخرى بعد الصفعات التي تلقتها منذ 7 أكتوبر الماضي. لكن مهما كان الحكم الذي سيأتي، إسرائيل خسرت وجنوب أفريقيا تكون قد سجلت نصراً كبيرا للفلسطينيين وللإنسانية، لأنها مكنت هؤلاء المظلومين الذين تخلى عنهم الكثيرون من الأقربين ومن البعيدين، مكنوهم من صوت في أكبر هيئة قضائية في الأمم المتحدة. هذه هي المحكمة العالمية كما تسمى. أيضا سمعنا اليوم مرافعات من تكلموا باسم جنوب أفريقيا، سمعنا كلاما كثيرا لا شك أنه أقض مضاجع الصهاينة وهم يرون على الشاشات. هذه المرافعات التي نقلت في كل أنحاء العالم تتحدث عن جرائمهم وتدينها وتطالب بمحاكمتهم وتقول انتهى عهد اللا حساب، انتهى عهد اللا عقاب، أنتم كالآخرين حين ترتكبون الجرائم تدانون وتمثلون أمام المحاكم، وقد يتم في وقت آخر كركرة أو جر قادتهم إلى المحاكمات. وأنهي ربما بهذه الجملة، هناك أيضا رمزية أستاذ نسيبة، أننا أمام نموذجين، أمام تجربتين. جنوب أفريقيا التي كانت نظام فصل عنصري كما هو نظام الاحتلال الصهيوني الآن، ولكنها اختارت
خيارات أخرى، اختارت المصالحة، مسارات أخرى، اختارت السلم، اختارت أن تمد يدها للمظلومين، اختارت أن تدمج هؤلاء، أن تبني نموذجا آخر. وهذا النموذج الآن يقف في المقابل، في مقابل نموذج آخر، نموذج الإسرائيليين الذين كان بإمكانهم أيضا، لأنه انتهى وقت أو نظام الأبارتايد في 94، هذا النظام الذي دام 46 سنة منذ 48، وللمصادفة 48 يعني قيام دولة الكيان في 94 انتهى هذا النظام. في 94 ضيع الصهاينة أو قادة الصهاينة فرصة السلام التي كانت فيما نعرفه في اتفاقيات أصله. أنت أمام نموذجين، نموذج قال نعم للسلم، ونموذج لا زال يفضل الحرب، نموذج قال نعم للتسامح، ونموذج لا زال ينشر الكراهية. صحيح. ويقتل الآخر لأنه مختلف عليه. صحيح. أو لأنه يريد أن يستمر في اغتصاب أرضه وإهانة كرامته. نعم. وممارسة، سنتمها بهذه الكلمة، الإبادة الجماعية. نعم. بكل أركانها، كما تقول الدعوة التي نتابعها اليوم أمام محكمة العدل الدولي، وسنتابعها أيضا يوم غد الجمعة. إذن أستاذ بكر، الكيان الصهيوني الذي عارض خطوة جنوب إفريقيا على الفور وزعم أيضا أنه لا أساس لها، لكنه على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية قرر المثول أمام محكمة العدل الدولية. أولا شكرا جزيلا للاستضافة، والتحية إلى شعب الجزائر الشقيق للشعب الفلسطيني، ونحن نقدر عاليا ما تقوم به الجزائر من أجل القضية الفلسطينية ومحفور في قلب الشعب الفلسطيني. ثانيا الذي أريد أن أقول له أن اليوم المصطلح الإبادة الجماعية، سأتكلم قانونا نسبيا اليوم، من ابتدع هذا المصطلح هو أحد اليهود الناجين من محرقة الهولوكوست. ثانيا الذي دفع إلى توقيع وإلى صياغة اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هو الكيان الصهيوني ذاته، الذي كان ثالث دولة يصادق على هذه الاتفاقية، وبالتالي يعتبر أن إسرائيل هي الأب الروحي لهذه الاتفاقية، حتى جاء جنوب أفريقيا لتمارس الاتفاقية التي هو كان يقول عنها أن هو الأب الروحي لتدينه بها أو لتحاكمه بها. وهنا أهمية هذه الدعوة المقدمة ضد إسرائيل. اليوم نرى أن الادعاءات الصهيونية اليوم، منهم من يقول أن محكمة العدل الدولية هي أصبحت الذراع القضائي لحركة حماس، منهم من يقول هي معاداة للسامية. رأينا عملية تشويش لمحكمة العدل الدولية التي هي من أنظمة الأمم المتحدة، وهي جهاز قضائي أساسي بالأمم المتحدة. هنا كان أهمية هذا الموضوع. نعم. طيب أعود للدكتور خضري، نتكلم اليوم عن أيضا مرافقة القاضية عديلة هاشم وأيضا الملف القانوني الذي دفعت به جنوب إفريقيا 84 صفحة توثق كل جرائم الاحتلال، جرائم الإبادة التي مارسها ولا يزال يمارسها حتى اللحظة الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني. الكيان الصهيوني لم يتكلم حتى اللحظة، رغم أنه سيمثل غدا، وسنستمع إلى الحجج التي يروج بها لدغايته. بداية، أحرار العالم وجنوب إفريقيا على وجه الخصوص اليوم ألزموا الكيان الصهيوني بالاستماع إلى كلمة هاشمضات عام، وبها باللغة العبرية الإبادة الجماعية طويلا، يعني استمع الكيان الصهيوني إلى هذه الكلمة طويلا اليوم على مضض، أو استمع إليها بقسوة. لماذا؟ لأن هذه الدعوة المنشورة أمام محكمة العدل الدولية هدفها الأساسي هو الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية يقضي بأن الأعمال التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة من 7 أكتوبر إلى يومنا هذا هي جريمة إبادة جماعية وفقا للاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية
الجزائريه المحرره في 9 ديسمبر 1948، ولكن قبل ذلك لان هذا الحكم سياخذ اشهر طويله وربما سنوات طويله، استغلت جنوب افريقيا الماده 41 من النظام الاساسي لمحكمه العدل الدوليه والماده 8 من الاتفاقيه الامم المتحده لقمع جريمه الاباده الجماعيه لتطالب من محكمه العدل الدوليه اتخاذ إجراءات مؤقتة أو إجراءات تحفظية أو إجراءات استعجالية لحماية الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إصدار أمر يلزم الكيان الصهيوني بوقف كل الأعمال التي يمكن أن تصنف بأنها إبادة جماعية. والحقيقة أنني استمعت إلى مرافعة الدكتورة هديلة هشيم يعني بتمعن، وكانت مرافعة في مستوى عالي جدا، بحيث أنها أحرجت هيئة محكمة العدل الدولية عندما قالت لهم لقد حكمتم منذ أمد ليس بالبعيد في قضية ميانمار ضد مسلمي الروهينجا، وطالبتم هذه الحكومة بأن تتوقف عن أعمال الإبادة الجماعية، على الرغم من أن الملف الذي قدم من في هذا الشأن لا يرقى إلى الملف المقدم من جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني. وقامت الأستاذة هشيم باستعراض لأحكام المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الإبادة الجماعية في فقرتها أليف با جيم دال، وقدمت على كل نوع من أنواع هذه الجريمة أمثلة عديدة تثبت كلها بما لا يدعي مجال للشك على أن هذه الجريمة قائمة في مواجهة الكيان الصهيوني. فقط باختصار، دفاع جنوب إفريقيا ركز اليوم في مرافعته على أن جريمة القتل الجماعي ثابتة في حق الكيان الصهيوني، على أن جريمة إلحاق الأذى الجسدي والروحي بجماعة معينة أيضا ثابتة في حق الكيان الصهيوني، وأيضا إخضاع جماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا، وأخيرا أيضا فرض تدابير تهدف إلى منع إنجاب داخل جماعة بشرية. كل هذه الأنواع من أنواع جريمة الإبادة الجماعية كانت متوافرة ومثبتة بأدلة ليست من وسائل الإعلام، هذه هي الخصوصية. يعني الدفاع جنوب إفريقيا كان ذكيا واستعمل أدلة أجهزة الأمم المتحدة في حد ذاتها، فاستعمل أدلة صادرة عن مفوضية تشغيل وحماية اللاجئين في فلسطين، تكلم عن أدلة مستنبطة من تقارير مقرر المكلف بحماية حقوق الطفل، بحماية حقوق المرأة. كل الأدلة هي من أجهزة رسمية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة. لذلك أنا أضم صوتي إلى من غير صوت ممكن أن البروفيسور نعم بوعمامة، أننا متفائلون أن المحكمة ستنصف الشعب الفلسطيني وستنصف جنوب إفريقيا وستحكم بإجراءات استعجالية ومؤقتة تلزم الكيان الصهيوني بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الإخوة الفلسطينيين. نعم، طيب بروفيسور زهير بوعمامة، الكيان الصهيوني اليوم ليس هو الكيان سنة 2004 عندما صدر بحقه قرار من نفس المحكمة قضى وقف سياسة الاغتيالات أو الاعتقالات عفوا التعسفية والإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم آنذاك، وقامت بتنفيذ ذلك القرار على الأقل لأجل صورتها الخارجية. اليوم الاحتلال يواجه انقسام داخلي، وسبق أن علقنا على هذا الموضوع على مستوى التصور والفكرة والمستقبل، أين يزداد سؤال المصير وهاجس البقاء. هناك متغيرات كثيرة اليوم. صحيح أستاذة نسيبة، ودعيني وإن كان في 2004 أيضا في الرأي الاستشاري أيضا الذي قدمته محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري كانت واضحة أيضا، ويمكن أن نبني على ما قالته آنذاك في استشراف ما الذي سيقع الآن. نعم، ما ستفعله إسرائيل هو أشياء ربما نعلمها من قبيل أنها ستصور بأن كل ما تفعله هو دفاع عن النفس، هذه الحجة الكبرى. في 2004 قالت المحكمة بأن ما هذا الجدار وليس القتل والقنبلة، وما قالته اليوم المحامية الرائعة في تلك المرافعة بأن الإسرائيليين ألقوا 6000 قنبلة وهم يعلمون تماما بأن كل قنبلة ستكون معها ضحايا مدنيين كثر. قالت بأن هذا الجدار هو للدفاع عن الاحتلال
وليس للدفاع النفس رغم العويل وما قامته، ولكن كان هذا هو الرأي وانتهى إلى 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 ذاك الرأي المعروف. لا شك أن ما قلته صحيح أستاذ نسيبة. إسرائيل في 2024 وبعد 7 أكتوبر تغيرت أشياء كثيرة جدا. أولا خسرت، وسبق وقلناها، وانهارت أشياء كثيرة في 7 أكتوبر. صورة الجيش الذي لا يمكن الوصول إليه ولا يقهر، وصورة الأمن الشامل، وأن الآخرين أقل ذكاء وأقل قدرة من أن يصلوا إليهم، وأن هذه كلها أشياء يعني زلزلت وحدثت فيها شروخ. الصهاينة تلزمهم سنوات طوال لأجل ربما إعادة لملمتها. اليوم أستاذ نسيبة أعتقد بأن هناك سقوط، بالإضافة إلى ذاك السقوط العسكري، اليوم سقوط قانوني وأخلاقي. اليوم هذه الدولة التي كانت تروج أنها استثناء، جيشها لا يقهر أيضا، النموذج الفريد الذي لا يمكن أن تنطبق عليه ما ينطبق على الآخرين، لا يمكن أن يحاسب، لا يمكن أن يجر إلى المحاكم، لا يمكن أن يعني أن ينفذ قرارات الأمم المتحدة، لا يمكن للقانون الدولي أن يسري عليه. اليوم ممثليه سنراهم غدا في قفص الاتهام، يعني مدعى عليهم، وهذا الذي سأقوله ربما ينتقلون من وضعية الهجوم التي كان عليها كيانهم لعشرات السنوات عسكريا وسياسيا وإعلاميا وقانونيا ونعم إلى، لأنه لاحظي معي في خمسينيات القرن الماضي أستاذ نسيبة، تل أبيب رفعت دعوى ضد بلغاريا في قضية إسقاط طائرة آنذاك. هؤلاء قوم يلعبون بكل الأوراق، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، حين يشعرون أنها قد تكون في صالحهم، حين يشعرون أن توظيفها قد يأتي أو يصب في وعائهم، ولكنهم يرفضون ويترفعون وربما يضعون حتى، واسمحي لي على التعبير، القانون الدولي وكل هذه الهيئات تحت حذائهم وجزمتهم، حين يحاول الآخرين أن 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 يوظفوها أو أن يستعملوها لأجل أن ينالوا حقوقهم. مع أني يعني بكل أسف، حتى نعود نرجع القضية لماذا جنوب أفريقيا وليس دولة عربية أو أقرب إلى الأمر، وإن كان المسألة عندي ليس فيها، نحن نعرف هذه الدولة ونحن نفخر بأننا في الجزائر يعني قريبين جدا لهذا الشعب ولهذه الدولة، وبيننا من أواصر الصداقة والأخوة والمحبة والتاريخ الأشياء الكبيرة جدا، لسنا متفاجئين. ولكن الذي يحدث أيضا أستاذ نسيبة يثبت شيء كثير. أحيانا الغريب أنك أنت أو الذين يقولون بأنهم من المفروض قريبين لك يعني يعملون ضد أن يحققوا أهدافهم. هناك ممكنات كثيرة في الانتقال إلى مرحلة الهجوم، في تسجيل النقاط على إسرائيل، ولكن أطراف معينة لا تعمل بها، لا الضغط الأمريكي، الأشياء، الحسابات السياسية، ولكن الذي يجري اليوم أعتقد هو سابقة، ستجعل أتمنى بعض الأطراف تعيد التفكير وربما تصل إلى قناعة أخرى بأن مساحات المعركة وساحاتها واسعة جدا، الممكنات ضد هذا الكيان كبيرة جدا، هذا كيان يخاف من المنازلة القانونية، هذا كيان يخاف في نهاية المطاف من الذهاب نحو الأمم المتحدة ومن إلى هيئاتها، هذا كيان يخشى من أن يقف أمام القضاة، لأنه يعلم تماما بأنه مذنب، بأنه ظالم، بأنه سارق أرض، ليس بأنه صاحب حق. نعم. ولذلك أعتقد بأن على الفلسطينيين كما على العرب كما على المسلمين كما على كل مؤيدي هذا الحق أن ينتقلوا أيضا إلى هذا المستوى ويتبنوا استراتيجيات أخرى عنوانها
أن لا ساحة يجب أن تترك، وأن كل الـ 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 الأدوات التي يمكن أن نلحق بها الأذى وبالتالي نفتك من خلالها حقوق أشقائنا الفلسطينيين يجب أن تستعمل بكل قوة وبلا هوادة. نعم، ونستغل هذه الفرصة بروفيسور زهير بعمامة. أستاذ بكر، من الناحية القانونية التدابير المؤقتة لمحكمة الغادل كانت مبررة في حالتي جورجيا وأرمينيا، كيف لا تكون مبررة اليوم في وضع أكثر خطورة بقطاع غزة؟ بالتأكيد هناك تحديات تواجه الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا. سأذكر بعض منها. هو أولا، في أي دعوة يتم النظر بالاختصاص المحكمة، وهنا جنوب أفريقيا وإسرائيل هم طرفين باتفاقية واحدة. أريد أن أذكر أن هناك سؤال يدور في ذهن الكثير من المشاهدين، لماذا الدول العربية أو جميع الدول العربية لم تكن شريكة بالدعوة؟ السؤال، الجواب هو واضح، أن من محكمة العدل الدولية الميثاق نظامها يشترط على أن يكون المتخاصمين أو الطرفين أن يعترفا ببعضهم البعض، وبالتالي شرط الذهاب إلى محكمة العدل الدولية أن يكون إسرائيل تعترف ب، مثلا إذا تريد أن تكون دولة فلسطين أن تقدم على إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين، وهذا ليس موجود. وبالتالي الأردن قدمت، هي جزء من الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا، أما جميع الدول العربية والدول التي لا تعترف بإسرائيل أيدت هذه المشاركة. حول التدابير الإجرائية، هناك إذا إسرائيل أيضا سيحاول غدا الوفد الإسرائيلي تحويل من الجرائم الإبادة الجماعية المثبتة، كما أكد الضيفين أشكرهما على هذه الإفاضة، قد تلجأ إسرائيل إلى اعتبارها أنها هي ضمن الأعمال السياسية، وبالتالي إن حصل جريمة تدخل ضمن الجرائم السياسية، ونحن نعلم أن جريمة الإبادة الجماعية، اتفاقية منع الإبادة الجماعية، هناك مادة تقول أن الجرائم السياسية لا يمكن تسليم الموقوفين أو تسليم المطلوبين أو المتهمين بالطريقة ذات. ثالثا، الذي قد يلجأ إليه أيضا العدو الإسرائيلي غدا من خلال تقديمه بمرافعته، وهذه تقديرات طبعا، أن يقول أن في نظام، في اتفاقية، ليس هناك إطار رصد وليس هناك لجنة مختصة في الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، ولذلك كل ما يقوله هو للفت الأنظار عن الإبادة الجماعية، وله بتفاصيل ليس لها بها، هي تفاصيل دونكي شوتية ليخلص من خلال هذه المحاكمة أنه بريء، فهو يريد الدخول بالتفاصيل ويحرف الأنظار عن الجرائم المرتكبة التي هي فعلا إبادة جماعية. إذن محاججته غير مؤسسة. أستاذ بكر، من الناحية القانونية، نعم لا؟ قبل أن نذهب إلى الفاصل سنعود إذن لهذا السؤال وبقية تفاصيل المحاكمة، نتوقف عند فاصل ونتابع بعده. اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي يطلب من الدول الأعضاء الانضمام إلى مبادرة جنوب إفريقيا، وأيضا يشيد بمجهودات الجزائر نصرة للشعب الفلسطيني. بعد الفاصل نتابع هذين المحورين. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. نتابع دائما تفاصيل جلسات الاستماع بمحكمه العدل الدوليه بلاهاي. تابعنا اليوم مرافعات الجانب الجنوب افريقي، ونتابع طبعا غدا مرافعات الكيان الصهيوني وحججه الواهيه، مثلما وصف ضيفي منذ قليل الاستاذ فؤاد بكر. اذا دكتور خضري، نتحدث الآن عن توقعاتكم من الناحية القانونية للمدة التي سيصدر فيها أو سيصدر بعدها قرار
المحكمة، محكمة العدل الدولية. أولا قبل الإجابة على سؤالكم فقط أوضح بعض النقاط التي ذكرها الأستاذ فؤاد بكر من بيروت، والمتعلقة بمحاكمة المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية مسؤولي الكيان الصهيوني. هذا الأمر في الحقيقة ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية هي محكمة قانونية المطلوب منها بناء على الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا هي إصدار حكم بأن ما تقوم به ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة إبادة جماعية. بعد ذلك بعد الحصول هذا الحكم ستكون هناك خيارات متعددة لجنوب إفريقيا والمجتمع الدولي، إما دعوة الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة خاصة بمحاكمة الكيان الصهيوني على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، أو إما اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية تبعا لميثاق محكمة الجنائية الدولية أو ميثاق روما. بالنسبة لسؤالكم، الفصل في هذه القضية أو في هذه الشكوى المنشورة أمام محكمة العدل الدولية ستكون في جانبين. أولا الجانب الأصلي أو الأساسي وهو إصدار حكم بأن أفعال الكيان الصهيوني هي جريمة إبادة جماعية، هذا الحكم قد يأخذ منا شهور وربما أكثر من سنة أو سنتين. ولكن الأمر المستعجل وهو الذي تطالب به جنوب إفريقيا وهو الإجراءات التحفظية أو الإجراءات الاستعجالية، المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية، هذا الأمر اليوم خصص لدفاع الدولة صاحبة الملف أو الشكوى هي جنوب إفريقيا، الغد سيكون دفاع أو مرافعة الكيان الصهيوني، ثم بعد ذلك سيتم جدولة أو برمجة القضية إلى الحكم أو إلى المداولة بين أعضاء محكمة العدل الدولية وهم 15 قاضي تم انتخابهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن مجلس الأمن. إذن الفصل في التدبير الاستعجالي لن يكون طويلا، ربما في حدود الشهر على أقصى تقدير سيتم الفصل في التدابير الاستعجالية التي طالبت بها جنوب إفريقيا. لكن الفصل في الملف الأساسي وهو تكييف أفعال الكيان الصهيوني على أنه جريمة إبادة جماعية قد يأخذ مدة طويلة، ربما حتى أكثر من سنة وربما سنتين، وهذا بالنظر إلى الملفات المشابهة التي فصلت فيها محكمة العدل الدولية والتي كان أخيرها الملف المقدم من غامبيا ضد نيمامار فيما يتعلق بمسلمي الروهينجا. نعم. طيب بروفيسور زهير بومامة، بالحديث عن القضاة 15، هل هم مستقلون في قراراتهم أم سيتبعون مواقفهم لمواقف دولهم في السياسة الخارجية؟ ما الذي تتوقعونهم 15 قاضيا من مختلف الجنسيات، هناك غرب أيضا في قائمة القضاة؟ هو بصراحة كما يقال السياسة موجودة، إن لم تكن السياسة هي كل شيء فهي موجودة في كل شيء. طبعا لا شك أن هناك من يقول بأن نزاهة وجدية القضاة على هذا المستوى لأنهم ليسوا عاديين، هؤلاء قضاة لا شك متميزون في بلدانهم وأثبتوا يعني مهنيتهم وقدرتهم وخبرة طويلة جدا بحيث أنهم انتخبوا على هذا المستوى العالي، ربما هناك أيضا سوابق تثبت بأنهم كانوا مهنيين حتى بوجود قضاة أمريكيين كما قلت قبل قليل، صدر الرأي الاستشاري في 2004 الذي قال إن الجدار هو جدار فصل عنصري هدفه حماية الاحتلال وليس الدفاع عن النفس، وكان بين هؤلاء أمريكي، وبالتالي يمكن أن نقول بأنه في نهاية المطاف خاصة لما تكون القضية واضحة جدا، لأنه كما تفضل الدكتور قبل قليل محكمة العدل الدولية يعني تفصل في نزاعات بين دول على مناطق حدودية على أشياء ربما تخضع للحسابات الجيوسياسية، ولكن نحن أمام قضية أركانها واضحة، يعني لا يمكن إنكار يعني الواضح جدا، والأدلة من مؤسسات رسمية كما أشار الدكتور. نعم. هناك الخطة منذ 48 أكثر من 100 مجزرة كبرى زائد المجازر
الكثيرة التي انضافت إليها في خلال الأربع أشهر الماضية. هناك قصد ونية مبيتة، وسبق وقلنا نسيبة هنا وذكرنا في عديد المرات تصريحات لقادة الاحتلال سنسوي الأرض بهم، سنمحو غزة، سنقطع عنهم الماء، سنقطع عنهم الهواء، هكذا كانوا يقولون كلهم إرهابيون، لا أحد بريء. هذا كلام وزير دفاع، هذا كلام رئيس أركان، هذا كلام وزراء في 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 الحكومة، هذا كلام نتنياهو نفسه. ثم زائد الأفعال، يعني ليس فقط الخطة، ليس فقط تاريخ من الجرائم، ليس فقط النية المبيتة والمعلنة من قبل المسؤولين القادرين على اتخاذ القرار أو المشاركين فيه، إنما أفعال مصورة الآن تنقل لنا عبر 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 قناة الجزائر الدولية وقنوات كل العالم يوم مساء، وعلى على مدى الأربع أشهر الماضية الآن تقتيل وجرائم على المباشر. إذن أعتقد بأنه هذه الأشياء لا يمكن لأي قاضي لديه حد أدنى من المهنية أن يخون نفسه في هذه الأمور. ولكن دعني أقول أنه دائما كاين، لكن هذه السياسة موجودة أيضا. ولنأخذ أيضا بالمثال أستاذ نسيبة، أنه في القضية الأخيرة مثلا أو القضيتين الأخيرتين المشابهتين في ميانمار، صادر القرار في كل الأحوال، ولكن في القرار الأخير الذي كان في 2022 لما طلبت أوكرانيا يعني رفعت دعوة ضد روسيا، جاء القرار ولكن القاضي الروسي والقاضي الصيني لم يكونا مع القرار. وبالتالي نستطيع أن نقول أيضا بأنه في بعض القضايا الكبرى، خاصة لما تكون بين دول وحسابات كبرى وكذا، يمكن للقضاة أيضا أن يلتزموا أو أن يخضعوا لتوجيهات دولهم. ودعيني أفتح قوس هنا لأقول أستاذ نسيبة أن الصهاينة الآن في الأيام الماضية الجميع يعلم بأنهم حركوا آلتهم الدبلوماسية ضد عواصم هذه الدول بالذات في سفاراتهم صحيح. هناك ولوبياتهم لأجل أن يضغطوا على هؤلاء القضاة حتى لا يكون قرارهم أو حتى يكون موقفهم ضد أو معهم متساويقا معهم. وبعض أيضا من رافعوا في قضايا أمام محكمة العدل الدولية من الأمريكيين تحدثوا أن هناك ضغوطات تمارس أحيانا على القضاة بطرق ملتوية، بطرق غير مشروعة، لأجل منعهم من أن يقولوا الحق، قولة الحق، ويتخذوا المواقف التي تلتزم فقط بالنص القانوني وليس بشيء آخر. طبعا في، لكن لو شفتي أستاذ نسيب التشكيلة لكومبوزانت، ستجدين كمان يعني من تقريبا كل أنحاء الدول. وبالتالي أعتقد بأن هذا الأمر وإن كان ربما ينسحب على 2 أو 3، ولكن الأعضاء هم 15. أعتقد بأن طيب الغالبية في نهاية المطاف ستنظر إلى الملف ستنحاز طيب إلى مهنيتها وإلى القانون. طيب أستاذ بكر، قبل الفاصل كنا نتحدث بشكل قانوني أو من الناحية القانونية عن صمود الحجج التي سيدلي بها أو سيقدمها الكيان الصهيوني يوم غد الجمعة. أضيف لك فقط أبرز ما جاء بعد نهاية جلسة الاستماع للطرف الجنوب إفريقي. وسائل الأعلام العبرية قالت دون أدنى شك لم يكن يومنا هذا، كان يوم جنوب إفريقيا التي نجحت في جر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كله، وليس فقط الحرب على غزة. أيضا من أبرز العناوين كانت لا شك أن اليوم كان قاسيا على إسرائيل، حتى الصحف الأمريكية كانت على عناوينها على نفس المنوال التي قالت حتى لو لم تتم إدانة إسرائيل بالإبادة الجماعية فإنها والولايات المتحدة خسرتا
الحرب؟ بالطبع اليوم هناك ضجة كبيرة تحصل في داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم عاجزون عن القيام بأي ردة فعل، وهم يدركون أن ما حصل هو إبادة جماعية من خلال فرض التدابير التعسفية وغيره. اليوم سيذهب أيضا غدا الوفد الإسرائيلي ليقول نحن نعرف أن الإبادة الجماعية الذي يشتغل بالقانون الجنائي الدولي يدرك أن المحكمة الإبادة الجماعية هي من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها، مثلا جرائم الحرب نحن نتكلم عن اتفاقيات جنيف أو عن قانون الدولي الإنساني، طرد مدنيين، تهجير، جرائم ضد الإنسانية نتكلم عن أبارتهايد، عن تطهير. أما جريمة الإبادة الجماعية فهو من ضمن أركانها هو القصد أو النية الجرمية لتطهير أو قيام بقتل مجموعة عرقية أو دينية أو مجموعة محددة أو فئة محددة. اليوم جنوب أفريقيا أبدع عندما أكد على النية الجرمية، وهذه ليست سهلة بالمطلق، ولكن العدو الإسرائيلي غدا سيقول أنه عندما هناك فلسطينيون في أراضي 48، لو الأراضي المحتلة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، إن أردت أن أقتل الفلسطينيين في غزة لقتلت الذين هم داخل الكيان الإسرائيلي. وهذا ولكن الجواب الذي أكد عليه اليوم وفد جنوب أفريقيا هو أن سواء كان إهلاك جزء مجموعة جزئيا أو كليا، وبالتالي تمسك جنوب أفريقيا بكلمة جزئيا يعني جزء من الشعب الفلسطيني لتخويف الجزء الآخر، وهذه إشارة مهمة. أيضا مما أيضا الذي يمكن أن يلعب به أو الاحتلال الإسرائيلي هو حول هذا الموضوع، وبالتالي يعني ما يمكن تلخيصه أن يعني كما أشرت أن هو المجتمع الإسرائيلي متخوف جدا، لأن هناك إن حصل وقف إطلاق نار وأقرت المحكمة سيقف أيضا مع موازاته حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وهذا أيضا قد يدخل لأنه يكون متضاعف بدول وإن لم تلتزم إسرائيل هناك دول ستلتزم بقرار محكمة العدل وتوضع العراقيل أمام الصادرات مع مع الاحتلال الإسرائيلي. نعم، طيب ما هي قراءتكم لاختيار القاضي براك من قبل الاحتلال الصهيوني خصيصا للمرافعة يوم غد؟ هو نحن نعرف أن القاضي براك هو من كان رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية سابقا، وهو ناجي من أحد الناجين من المحرقة الهولوكوست، وبالتالي عندما قلت في البداية منذ بداية المقابلة أن اليهود هم وتحديدا أن من قال بمفهوم الإبادة الجماعية أو مصطلح الإبادة الجماعية ويهودي، وبالتالي حصول مثل هذا الشخص وله ليؤكد أن اليهود هم الضحية وليس الفلسطينيون، وبالتالي يسعون أن ما يقومون به هو الدفاع عن النفس، ولذلك ركزت جنوب أفريقيا أن الدفاع عن النفس لا يكون بهذه الطريقة ضد المدنيين، ورأيتم الاستماع الجلسات. نعم، طيب أعود لكم دكتور حمزة خضري إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين الدائمة لاتخاذ مجالس الدول الأعضاء في منظمات التعاون الإسلامي، التي أكدت أنها أو طلبت من الدول الأعضاء الانضمام إلى مبادرة جنوب إفريقيا. كيف تقرؤون هذه الخطوة الداعمة لجنوب إفريقيا؟ أولا إثراء لما تفضل به الزميل من بيروت، عندما يختار نتنياهو القاضي هارون باراك ممثلا له في محكمة العدل الدولية، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الكيان الصهيوني فعلا يحس بالخطر، ويحس بخطر كبير قادم من محكمة العدل الدولية، لأنه هارون باراك هو من أكبر المعارضين لنتنياهو، وكانت أحكام المحكمة العليا في الكيان الصهيوني تصدر أحكام متواترة وعديدة ضد حكومة نتنياهو، ومع ذلك لجأ إليه لأنه فعلا شعر بالخطر وفعلا
شعر بخطر داهم من هذا الملف الموجود على مستوى محكمة العدل الدولية، واستعان بأكبر أعدائه داخل الكيان الصهيوني وهو هارون باراك. بالنسبة لما تقوم به الجزائر في المنابر الدولية، هذا شيء طبيعي وبديهي ويجسد إرادة الجزائر الثابتة ومواقف الجزائر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وفي دعم الشعب الفلسطيني في حقه في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإلى حدود 67 كما توافق عليه الإخوة في الجامعة العربية منذ أكثر من عقد من الزمن. فالجزائر تستغل كل المنابر الدولية بما في ذلك هذا المنبر، اتحاد مجالس المنضوية ضمن منظمة التعاون الإسلامي. وقد استمعت للكلمة التي قدمها ممثل المجلس الشعبي الوطني في هذه التظاهرة، الأستاذ رشيد زين، الذي قرأ كلمة نيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي، عبر فيها على مواقف الجزائر الثابتة اتجاه الشعب الفلسطيني واتجاه القضية الفلسطينية، وأن الجزائر متمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي عندما تدعو الدول الأعضاء إلى مساندة جنوب إفريقيا فإنها تدعو إلى مساندة سياسية، لأن المساندة القانونية غير ممكنة. أطراف النزاع هم جنوب إفريقيا والكيان الصهيوني، الملف منشور، المرافعات بدأت، وبالتالي الجزائر تبحث عن مكسب سياسي ودعم سياسي للإخوة الفلسطينية في عز هذه الأزمة وهذا العدوان الكبير على الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي. نعم، هناك إشادة بروفيسور زهير بغمامة بمواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، جاءت أيضا ضمن بيان منظمة التعاون الإسلامي، ومنذ أيام كان معنا وزير العدل الفلسطيني ضيفا وقال أن جهود الجزائر لو لم تكن هذه الجهود على الأرض ودعوة الجزائر في كل مرة وعلى كل المنابر بنصرة الشعب الفلسطيني لم تكن خطوة جنوب إفريقيا. باختصار من فضلكم. والله كما قال أستاذ حمزة قبل قليل، هذا طبيعي جدا. هذه دولة مواقفها في اتجاه الأشقاء الفلسطينيين معروفة معلنة ثابتة، ولا يمكن أن تكون لنا مواقف أخرى. ونحن كما جنوب أفريقيا شعباني شرب من كأس الظلم، لذلك أعتقد هذه الشعوب تبدو أقرب إلى الفلسطينيين لأنها تشعر تماما بهم بما يقاسونه، لأنها فعلا مرت بهذه الطريق، لأن لديها نضالات كبيرة جدا بالقانون وبالسلاح وبالمقاومة وبالأدب وبالفن وبكل شيء. لذلك أعتقد بأنه هذا الموقف الذي أشرت إليه هو حقيقة. ودعيني أقول أيضا أنه في مسألة اللجوء إلى مقاضاة يعني قادة الاحتلال على جرائمهم كما طالب السيد الرئيس في مناسبات سابقة، لأننا أيضا ندرك مدى خطورة وأهمية هذه الورقة وهذه الساحة. إسرائيل يعني تنزعج وربما تكون مفجوعة من هذا الأمر. ودعيني ربما أتمها بما يقال أن باراك أوباما الرئيس الأسبق الأمريكي قال لي عباس الرئيس الفلسطيني محمود عباس حين ذهب إليه وقال بأن لدينا رغبة ونية وخطة في أن نطلب العضوية في الأمم المتحدة، ما تعمل عليه الجزائر وتقول به منذ سنوات الآن، وخاصة في القمة الماضية. بارك ما يقال أنه جاوب السيد محمود عباس: أنت كمن يريد أن يستعمل قنبلة نووية، لن نسمح لكم هكذا، لأن لدينا التزامات مع إسرائيل بأن نمنع العرب ونمنع الفلسطينيين من العمل داخل الأمم المتحدة وداخل المنظمات الدولية على أن يسجلوا نقاطا ويستعملوا هذه المنابر ضد الإسرائيليين. ونذكر مثلا أن الولايات المتحدة انسحبت أو جمدت عضويتها من اليونسكو حين قبلت بعضوية فلسطين وأصدرت ضدها عقوبات بتجميد دعمها المالي وكذا. هذه ساحة على الفلسطينيين والعرب وجميع الأحرار أن يتواجدوا فيها
وألا يتركوها للآخرين. شكرا جزيلا لكم البروفيسور زهير بومامة مخلل قناة الجزائر الدولية. أشكركم أيضا الدكتور حمزة خضري أستاذ القانون، وأشكر شكرا. أيضا من بيروت الأستاذ فؤاد بكر رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في انتظار ما سيفرزه يوم غد أو ما سيدلي به الكيان الصهيوني في هذا الملف وهذه الدعوة المرفوعة من جنوب إفريقيا. أترككم بألف خير، في أمان الله.